بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارحب بكم معايا في الـ Introduction for Max for VFX. طبعا في فرق ان احنا نتكلم على Introduction Max كبرنامج، وفرق ان احنا نتكلم على Introduction لMax عشان تخصص معين. احنا كـ VFX Artists احنا مش مطالبين نبقى Professional Animation، مش مطالبين نبقى بروفيشنال في الموديلنج، مش مطالبين نبقى بروفيشنال في الريجنج، احنا مطالبين نبقى بروفيشنال في الداينامكس والبارتكل سيستمز والفلويد سيميوليشن. ايه معاني المصطلحات دي؟ هتيجي لما ندخل فيها ان شاء الله، لكن مطالبين ان احنا يبقى عندنا فكره عن كل الكلام اللي انا قلته ده. مطالبين يبقى عندنا فكره عن الموديلنج، فكره عن التولز، فكره عن ازاي اقدر استلم الموديل بتاعي عشان اشتغل عليه، ازاي اقدر بعد كده ان انا اسلم الشغل للمرحله اللي ورايا، فكره عن الريجنج، فكره عن الانيميشن والكي فريمز والكيرفز، وفكره عن التكتشرز على الاقل المابس علشان نعرف نشتغل بيها. اللي حابب ان هو من نفسه يطور نفسه في حته من دي جنب الاف اكس ده مفيش اي مشكله، وده اجتهاد منه. نبدأ مع بعض الأول بالإنترفيس. بالمناسبة ده ماكس 2017، اللي حابب يشتغل على 2016 تمام، 2017 ماشي مفيش مشكلة، 2015 2014 برضو كويس مفيش مشكلة خالص، بس يعني ما تحاولش تنزل عن 2016 لأن في حاجات مش هتلاقيها في الإصدارات اللي قبل. عموما من 2014 لغاية 2017 الدنيا تمام مفيش اي مشكلة خالص، ولو حتى حاجة قابلتك مش موجودة تبقى انت عرفتها، لو سطبت فيرجن احدث هتعرف تشتغل عليها. مبدئيا ايه الانترفيس اللي قدامي دي؟ اولا كده عشان نبقى عارفين، في قوائم مش هتلاقوها عندكم، قائمة كراكاتوا وفينكس اف دي وديفريز ميكر، التلاتة دول اعملوا نفسكم مش شايفينهم خالص، لان دول بلاجنز. الاثنين دول بلجنز وده سكريبت، فدول مش هتلاقوا. مبدئيا تعالوا كده نتعرف على الانترفيس اللي معانا، وبعد كده نبدا نخش على ازاي نتعامل مع الحاجات اللي قدامنا دي. اول حاجه عندي فوق هنا، انا بعتبر اهم بوتوم، اهم زرار في اللي فوق، في الحته اللي فوق دي، الزرار ده بنسميه البروجكت فولدر، ودي اول خطوه تعملها ساعة ما تفتح ماكس تشتغل بروجكت، لان في البروجكت ده هيبدا ماكس يلم الحاجات اللي انت استخدمتها كلها. استخدمت صور، استخدمت ايه صور، استخدمت صور، استخدمت ملفات هيدر، وات ايفر انت استخدمت ايه، ماكس هيقوم واخده جوه الفولدر ده. مجرد ما تضغط على الفولدر ده كده هيقول لك براوز فولدر، فين الفولدر اللي انت عايز تشتغل عليه. مبدئيا هحط على الديسكتوب واقول له كرييت نيو فولدر، وهقول له مثلا نيو بروجكت. نقطة مهمة قوي وانت بتشغل ماكس، وخليها وانت بتشغل اي برنامج جرافيكس، اي برنامج جرافيكس، خصوصا لو في شغل سيميوليشن او شغل كاش بيتعامل مع السي. لو البرنامج ده مش شغال از ادمنستريتور هيطلع لك ايرور، وممكن ما يطلعش ايرور، ممكن تلاقيه اشتغل وتمام وزي الفل وتلاقي السيميوليشن بتاعك مش موجود. طب مش موجود ليه؟ لان البرنامج لما جه يكتب على السي الويندوز وقف. عموما انا هقول له نيو بروجكت واقوم قايل له اوكي. طب ازاي نعمله از ادمنستريتور؟ الموضوع يبقى سهل ما فيهوش حاجه. رايت كليك، رايت كليك على الايكون، هي مش هتيجي هنا، هتبقى هنا تمام، هتيجي هنا ورايت كليك برضو. عامة روح على الايكون على الديسكتوب تمام، خلينا كده، روح على راحت فين مثلا، رايت كليك هنا كده وتاخد بروبرتيز، مش هنلاقيها هنا، برنامج الرايت كليك بروبرتيز، وتروح لكومباتيبلتي، ومن كومباتيبلتي هتقول له ران ذيس بروجكت ذيس بروجرام از ادمنستريتور، بس كليك وبعدين اعمل اوكي، خلاص الدنيا كده بقت تمام.
بعد كده طبعا يعني شغل برنامج هيديك رساله يس ولا نو، يشتغل كادمنستريتور ولا لا، قوم قايل له يس. كده انت اطمنت البرنامج بتاعك هيشتغل زي الفل. بالشكل ده خلاص اي حاجه انا هعملها، يعني مثلا عملت سيف، بص كده وديها لك فين، ديسكتوب بروجكت سينز، اصلا هو عمل ايه في الفولدر ده؟ لو طلعنا اب ماكس باي ديفولت قام حاطط كل الفولدرز دي، هو بقى هيسيف لك او هيعمل سيف لكل الاسيتس اللي انت هتستخدمها جوه الفولدر ده. يبقى انت كده البروجكت بتاعك كله في مكان واحد، تمام. فانا لو جيت اعمل سيف ارجع باك فين، سينز، لو جيت اعمل سيف دي هسميها ماي فيرست، خلاص كده اتسيف. ده بالنسبة للزرار اللي فوق. طبعا ريدو اندو سيف اوبن كل الكلام ده افتكر شارح نفسه. القوائم دي كتير قوي، ما افتكرش ان انا هكليك على حاجات فيهم الا قليله جدا. التول بار اللي فوق، قبل ما نتكلم على التول بار اللي فوق انا عايز اتكلم على اللي قدامي دول ونحفظ المصطلحات، لان لو انت سالتني انا مش عارف ارد عليك الا بالمصطلح، تمام. فنحفظ المصطلحات لان المصطلح هو زي ما بقوله هتلاقيه، يعني انا بقول دي اسمها الفيو بورتس، خلاص ما هي دي الفيو بورتس، مش حاجه اقول لك بقى ايه روح لمسقط الرؤيه الامامي اللي هو الفرونت فيو بورت، مش هقولها لك كده تمام. وانت لو جيت تسالني ما يعني انت لو مش حافظها مش هتعرف تسال، تمام، وبالتالي مش هتلاقي اجابه. على كل احنا بنتكلم دول على الفيو بورتس. الفيو بورتس عندي هنا التوب فيو بورت وده من فوق، الفرونت فيو بورت وده من قدام، الليفت فيو بورت من شمال، والبرسبكتيف فيو بورت وده ال 3 دي فيو بورت. طب بما اني قلت ان ده 3 دي فيو بورت يبقى دول هيبقوا 2 دي فيو بورت. عشان نوضح الموضوع اكتر تعالوا هحط حته سلندر، ما علينا من الكرييشن ده هجيله بعدين، بس لو جينا نبص هنا هلاقي ده كده انا شايف السلندر ده من فوق، هنا انا شايفه من قدام، هنا شايفه من الشمال، ادي معنى الفيو بورتس. طيب هو انا ازاي بتحرك جوه الفيو بورتس؟ اولا الفيو بورتس الثنائيه دي انسى خالص زرار الت، تمام. هنيجي هنا لو انا عايز اعمل زوم ان واوت يبقى بالبكره، تمام، بالميدل. لو انا عايز اتحرك يمين او شمال او فوق او تحت يبقى هضغط بالميدل كليك او السكرول بتاعت الماوس واتحرك يمين او شمال. نفس القصه هنا، نفس القصه هنا. لو انا عايز ارجع اعمل ريسيت للفيو بورت هقف بس عند الويل دي واضغط كليك على توب او اضغط هنا على الهوم. بس مشكله الهوم ده انه بيوديك للبرسبكتيف، ويعني لو ضغطت هنا على توب هيوديني للتوب فيو بورت. نفس القصه هنا، نفس القصه هنا، لو قلت له ليفت، لو قلت له فرونت. اما هنا بقى فالموضوع مختلف، برضو زوم ان واوت بالبكره. عندي البان بالميدل كليك، ميدل كليك واتحرك من الشمال. اما ده بقى في الت مع ميدل كليك، الت مع ميدل كليك بتتحرك اللي هي الرول كام او الاوربت، بنسميها الاوربت كام بالمنظر ده كده. ده كده لو انت عجنت بقى وديته كده، وديته تحت فوق ما كده وكليك هتلاقي راح راجع لك بالشكل ده. ده في التعامل او ازاي بتعامل مع الفيو بورتس. لو انا عايز اكبر فيو بورت من دول هكليك عليه، اما ان انا يستحسن ان انا اعمل له اكتيفيشن بكليك يمين. اكتيفيشن بلاقيه هنا زي ما انت شايف بقى اصفر او كليك يمين، وهعمل الت دبليو، الت دبليو تاني يعمل مينيمايز، رايت كليك الت دبليو ماكسمايز، الت دبليو مينيمايز. انا هعمل الت دبليو، ولو انا عملت كليك على الاوبجكت ده، الاوبجكت ده المود اللي هو ظاهر بيه ده بنسميه الستاندرد او الشيدنج مود. يعني الاوبجكت ظاهر وكانه معمول له شبه ريندرنج، طبعا هو مش معمول له ريندر ولا حاجه، تمام. لكن انا ما بعرفش اتعامل مع الاوبجكت بالمنظر ده. انا عشان اتعامل مع اوبجكت لازم اشوف السيجمنتس. يعني ايه كلمه سيجمنتس؟ يعني المقاطع اللي مكونه الاوبجكت ده، تمام. طب انا عشان اشوف السيجمنتس دي بضغط F4. لو ضغطت F4 دي بقى السيجمنتس اللي مكونه الاوبجكتس. طب انا لو مش حافظ باختصار وده لازم يتحفظ F4، هروح هنا
من فوق على المودز، عندي ديفولت شيدنج، عندي فيسيتس زي ما احنا شايفين هو مضلع اهو، عندي باوندنج بوكس، وعندي فلات كولر. ابتكر ان الموضوع واضح، مش محتاج ان انا اعلق عليه او اتكلم. هي ده كده واير فريم ستايلايز ده، ولا هجيب جرافيت ده اعمل؟ لا كده بنهزر. ارجع كده واقول له ديفولت شيدنج. الديفولت شيدنج على فكره هو اللي بيبقى معاه ايدجد فيسز. الايدجد فيسز دي اللي هي السيجمنتس اهي، هي دي اللي اختصارها اف 4. يبقى اذا اف 4 بيطلعني من الشيدنج يوديني على الايدجد فيسز، او يرجعني من الايدجد فيسز على الشيدنج. لو ضغطنا اف 3 بيوديني على الواير فريم، يعني هو بيطلع لي الاوبجكت كخطوط او وايرز، بنسميها واير فريم. انا كده على الايدجد فيسز. لو انا ضغطت هنا على اسم الفيو بورت، هلاقي هنا ان انا ممكن اروح من هنا للتوب، ممكن اروح من هنا للبوتوم، ممكن اروح من هنا لاي حاجه تانية. لكن لو رجعت للبرسبكتيف هيرجعني لاخر وضع انا كنت واقف عليه. لو انا رحت للفرونت ورحت هنا للبرسبكتيف هلاقيه بالمنظر ده كده. طبعا لو جيت الت ورحت عامل كده ومقرب، هبقى انا في الوضع اللي انا كنت عليه قبل كده. ده بالنسبه لازاي انا بتعامل مع الفيو بورت. طبعا دي جديده بقى، لو ضغطنا على ستاندرد هلاقي هنا بيرفورمانس، هلاقي هنا هاي كواليتي. طبعا دي مودز لل ان هو ازاي يظهر لك الاوبجكت جوه الفيو بورت. دي بنسميها الشيدنج مودز، شيدنج مودز. تمام. لايت كل الكلام ده بقى هنتكلم عليه واحنا شغالين، علشان ما نقعدش نحشي في معلومات، خلي كل معلومه تيجي مع الشغل بتاعها. خلينا على الستاندرد مود، وكده ده التعامل مع الفيو بورتس. الت دبليو هطلع بره الفيو بورت. تعالوا كده عايز احط كمان اوبجكت، وليكن اوبجكت زي السفير. بالمناسبه خلي بالك المكان اللي انت بتعمل كرييت للاوبجكت فيه مهم قوي. انا ممكن اعمل اوبجكت، تعالوا نروح كده للكيوب للبوكس عشان يبان. لو انا عملت كده شوف اتعمل فين كده، تمام. لو انا جيت على الطب وعملت كده اتعمل كده. اذا المكان اللي انت بتكريت فيه الاوبجكت يعني مهم. خلونا بس نعمل حته كيوب هنا كده، وتعالوا نشوف اول بوتوم اللي هو سيلكت اند لينك. يعني ايه سيلكت اند لينك؟ خلوا بالكم، عايز بس افهمكم حاجه، ان دي فاست انترودكشن، فاست انترودكشن، تمام. مش عايز اتعمق في الحاجه قوي، لكن لو انت حابب ممكن تتابع، ممكن تكتب على يوتيوب. للاسف النت عندي مش مظبوط دلوقتي. ممكن تكتب على يوتيوب عمرو سرور بالانجلش، ام ار اس او ار يو ار او يو ار، او ممكن تكتبه برضو على الفيسبوك عمرو سرور. هو عامل كورس حلو قوي للماكس، عامل كراش كورس للانترودكشن، وعامل ديتيلد كورس لبرضو الانترودكشن في الماكس. وهتلاقوا على التشانل بصراحه شويه حاجات لطيفه يعني. ده لو انت حابب تتعمق شويه في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، لكن انا عايز اعدي من الحته دي بسرعه وسوليد يعني بسرعه، بس نبقى ايدينا ما بتترعش واحنا شغالين. المهم نرجع تاني لمرجوعنا. سيلكت اند لينك معناها ان انا بسيلكت اوبجكت وبربطه بالتاني. يعني لو الاوبجكت اتحرك ده هيتحرك، لو الاوبجكت لف ده هيلف، لو الاوبجكت اتعمل له سكيل ده هيتعمل له سكيل، تمام. طيب في قاعده ثابته قوي في عمليه اللينكينج اللي هي عمليه الربط. ايه هي القاعده دي؟ القاعده دي بالبلدي بتقول خد الابن وديه لابوه، خد الابن وديه لابوه. يعني هتربط مين مع مين؟ انا هقول مثلا والله انا هربط الكيوب مع السلندر، كيوب مع سلندر. معلش ان انا قلت كيوب، بس انا علشان جاي من سينما 4D فعارف ان ده هو هناك اسمه كيوب لكن هنا اسمه بوكس. مش هنختلف كيوب بوكس الاثنين ولا دعم. فانا قلت عايز اربط البوكس مع السلندر. يبقى مين الابن؟ مين الابن؟ البوكس. مين الاب؟ سلندر. يبقى انا هاخد
الابن واروح هنا كده وسلكت اللينك وتروح على الابن، هتلاقي البتاع اتحول معاك، البوينتر اتحول معاك للشكل ده. لو ما تحولش بقى انت مش واقف على حاجه كده، مفيش كده. بتكليك وما تسيبش، هتلاقي الواير ده، تمام؟ ده بنسميه الواير. الواير ده انت بتسحبه وتوديه عند الاوبجكت اللي انت هتعمل بيه لينك او الاب. يبقى انا باخد الابن بوديه للاب. خلي بالك لو رجعت وقفت عليه تاني هيديك الغلط. فانا وقفت كده اداني المربعين الواحد اللي هو الابيض ده. لو ما ادكش ده يبقى انت مش واقف على حاجه، لو اداك ده يبقى انت واقف على الاوبجكت مره تانيه، تمام؟ فانا هعمل كده وخلاص سيب، تمام؟ امسك ده بقى كده تاني. طب انا عايز احرك ده، عشان تحرك هتروح لايه؟ السلكت اند موف. هنكليك هيظهر لي الثلاث محاور اللي هم اكس واي زد. اللي جاي من سينما 4 دي هيلاقي في اختلاف. في سينما 4 دي زد كده واي كده، في ماكس واي هو العمق وزد هو الارتفاع. المهم لو انت مسكت اكس ومسكت كده هتلاقي الاثنين مع بعض، واي ومسكت كده هتلاقي الاثنين مع بعض، زد ومسكت كده هتلاقي الاثنين مع بعض. طبعا انا بمسك بكليك بالماوس وبرفع فوق او بروح بالماوس يمين وشمال. طب لو مسكت، لو عايز احرك اكس وواي امسك الهاندل ده بالشكل ده كده، تمام؟ امسك، لو انت مسكت اي محورين اتحرك عليهم بالشكل الفري ده، تمام؟ ماشي. كده مفيش، كده مفيش. لو انا مسكت في النص اتحرك على الثلاثه. طب هل معنى كده ان الكيوب ده اتمسك او الكيوب ده وقف؟ لا، لو انت مسكت ده كده اقدر ان انا احرك ده كده. نوع اللينك بين الاثنين دول بنسميه ريليتيف لينك. معناها ان ده لينك مع ده، بس ده حر. لو ابسولوت لينك ده مش هيتحرك، فهو ماكس شغال ريليتيف لينكينج. طب انا دلوقتي عاوز افك اللينك، مش عايز خلاص، يعني انا مسكت ده كده عملت كده كده كده، انا عملت ايه؟ عايز افك اللينك، مش عايز الكيوب ده يبقى مربوط بيه. هنكليك الكيوب اللي هو الابن ونروح للي بعده اللي هو ان لينك سيلكشن. كليك خلاص، لو مسكت ده وجيت عملت كده ما عادش في لينك بين ده وده. اللي بعده هيجي في وقته. هنا بنسميها السيلكشن فلترز. السيلكشن فلترز برضه هتيجي في وقتها. هنا لو انا عايز ارجع الماوس او البوينتر للسيلكشن، هنا بقى بنسميها سيلكت باي نيم. يعني ايه؟ انا ممكن يكون عندي السين دي فيها اوبجكتس كتير قوي، فيها بوكس على سلندر على سفير على تورس على تيبوت، في حاجات كتير. طب انا في اوبجكت كل ما اجي اجيبه مش عارف اجيبه. يعني مثلا لو انا خدت التيبوت ده رسمته كده، وخدت مثلا البيراميد ده رسمته كده، وخدت التيوب ده رسمته كده، طب انا عايز اجيب السلندر مش عارف اجيبه مثلا، او عايز اجيب البتاع مش عارف اجيبه، طب يجي منين؟ لو انت ضغطت هنا هيطلع لك ده الجديد بقى اللي هو اللاير مانجر، تمام؟ اللاير مانجر لو 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 انت مش عايزه بالمنظر ده ممكن تكليك هنا كده اللي هو سورت باي لايرز، تمام؟ هيتقلب للاوبجكت اكسبلورر، ما افتكرش انه اتقلب، كده اسف، اللي هو سورت باي هيراركي. ده هنرجع للقديم، اما كده ده الجديد وده اللي انا بفضله بصراحه. ولما نتكلم بقى لما نيجي نشتغل على البروجكت ورك فلو، احنا بنعمل بروجكت ازاي، هنعرف ازاي نعمل لايرز ونقسم اللايرز بتاعتنا على حسب ما احنا شغالين. اما في الوضع ده فانت لو فتحت السهم ده، اللاير دي باي ديفولت هي اسمها كده، هي اسمها ماكس بيكريتها اسمها ديفولت لاير، تمام؟ هنلاقي جواها بوكس سلندر مش عارف ايه. بمجرد ما تكليك خلاص هو عمل سيلكشن. مفيده قوي برضو في اللينكينج، يعني لو انا عايز اسلكت الكيوب ولينك مثلا مع السلندر وانا مش عارف امسك السلندر، او اخلي السلندر ده جوه كيوب، فانا عايز الينك مع السلندر انا مش عارف امسك السلندر، فانا لو مسكت الكيوب ورحت لسلكت لينك، طب فين بقى؟ ما هو مفيش، لو جيت كده هيقابله التورس ده التيوب ده فمش هيلينك. فانا اعمل ايه؟ انت مش انت عملت سلكت على ده؟ روح للاتش، اضغط على سلكت باي نيم. انت خدت بالك زرار اوكي مقلوب لكلمه ايه؟ لينك.
معنى كده ان لو مسكت من هنا الاوبجكت وعملت كده هو عمل لينك خلاص. طب الدليل، امسك كده ده، الاثنين متحركين تمام. طب اختصار دي حرف الاتش، الاتش هيطلع دي كده. والله حابب تشتغلها باللايرز ماشي، حابب تشتغلها كده بالهيراركي برضو ماشي. وخلي بالك لما اوبجكت بيتعمل له لينك مع اوبجكت تاني بيخش جواه. يعني بص السلندر ده معمول قدامه سهم، معنى معمول قدامه سهم انك لو ضغطت كده هتلاقي جواه البوكس تمام. طب وانا بلينك اوبجكت واحد؟ لا، ممكن تلينك اوبجكت واثنين وثلاثه و7000 مع اوبجكت، مفيش مشكله خالص. حلو شرب الشاي بلبن بالليل مع التسجيل، والله جميل. المهم العين دي، العين دي اللي هي الهايد. يعني ايه هايد؟ لو رحت التيوب رحت جاي بعمل كده اهو، انا خفيت ده كده، خفيت ده كده، خفيت ده، يا سلام. طب هما فين بقى؟ خلاص هما هنا هيختفوا من الهيراركي. عايز تجيبهم اشتغل على اللايرز تمام. فكر برضو اللاير مش هتجيبهم باي ديفولت، لكن عشان يجوا هنا تمام. ودي يعني يا ريت كانت معموله باي ديفولت في الماكس. اضغط على علامه العين دي بالمنظر ده، هو هيطلع لك كل حاجه، هيطلع لك اللي انت عامل له هايد واللي انت مش عامل له هايد، ودي كويسه. لو انا جيت عملت كده اهو تمام ماشي، فاذا انا من هنا بعمل هايد او بعمل ان هايد تمام. لو جيت ضغطت على العين اللي عند اللاير هتعمل هايد لكله. طب هو في حته تانيه بعمل منها هايد؟ في انك لو نعمل بس اوكي، في انك انت لو مسكت الاوبجكت وعملت رايت كليك هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها هايد سيلكشن. هايد ده مثلا، ورايت كليك واعمل هايد ده مثلا، وعمل كليك واعمل هايد ده مثلا. يعني طبعا عايز اطلعهم عادي، ممكن من نفس الحركه تاني لو ضغطت اتش هلاقيها هنا، او رايت كليك وعندي حاجه اسمها ان هايد باي نيم، وفي ان هايد اول. ان هايد اول هيطلعهم كلهم، لكن ان هايد باي نيم هو هيطلع نفس البتاعه دي تاني تمام، بس دي متنشطه باي ديفولت. حلو، فلو جيت عملت كده عملت كده عملت كده كلهم طلعوا تمام. دي الموف، دي الروتيشن. لو جيت عملت روتيت خلي بالك بقى من الروتيشن، خلي بالك من اتجاه المحور. شفت اتجاه زد اللي هو الازرق تمام. لو انا مسكت النص دايره دي يبقى انا بلف حوالين زد، لو مسكت الاحمر زي ما انت شايف يبقى انا بلف حوالين اكس، لو مسكت الاخضر يبقى انا بلف حوالين واي. ده بالنسبه للروتيشن. في حاجه اسمها السنابنج هتكلم عليها برضو. بالمناسبه لو حد عنده فكره عن الماكس وانا بتكلم او انا بشرح دلوقتي فهو قال طب ما هو في كذا، طب انت ما قلتهاش ليه؟ هو انا مش ناسيها ومش ههملها، بس في حاجات انا مش عايز احشي بيها الدنيا دلوقتي. انا بفضل انها تيجي واحنا شغالين جوه حاجه عشان تبقى براكتيكال، عشان لما تتعمل تتشاف ما تتنساش. اما لو قعدت احشي دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، على ما اوصل لاخر المحاضره انت هتكون نسيت ثلاث ارباع المحاضره تمام. بس فهو ده الاسلوب اللي انا ماشي بيه في الشرح. المهم افتكر ده اللي انا هتكلم عليه دلوقتي. طبعا زي ما احنا شايفين الحركه دي الت مع الميدل كليك. عندي تحت هنا ده اللي هو التايم لاين خلاص، او ده اللي هحط بقى فيه الكي فريمز واشتغل منه الانيميشن عشان اعدل التايم لاين ده. التايم لاين ده بادئ من 0 لغايه 100، هو ده باي ديفولت ماكس هيبدا كده. لكن لو انا عايز اطول ده شويه او اقصره شويه هتيجي على زرار البلاي ده وتعمل رايت كليك وهتلاقي عندك هنا الستارت تايم والاند تايم. الاهم من ده كله انك تبقى شغال على الفريم ريت اللي انت هتخرج بيه الشغل. يعني لو انت شغال على ان تي سي، على فيلم، على بال، على فانا بشتغل دايما على فيلم. هنروح للستارت فريم هقول له مثلا خليه لي وات ايفر 400 واقوم عامل اوكي. فينا حاجات ويمكن ريل تايم دي هتكلم عليها بس مش عارف هتكلم عليها دلوقتي، فانا هتكلم عليها لما نشتغل، واقوم عامل له اوكي. خلاص كده بقى التايم لاين بتاعي 400 فريم.
عندي بعد كده قبل ما اقفل المحاضرة دي ازاي بنكريت الاوبجكتس دي. هسلكت كله وديليت واروح هنا للهوم. هنا القوائم اللي عندي دي القوائم الرئيسية انا بشتغل منها. عندي الاولانية اللي هي كرييت، ودي اللي فيها كل الاوبجكتس اللي احنا نعمل لها كرييشن. وعندي بعد كده قائمة موديفاي، وبعد كده هيراركي، وبعد كده موشن. كل القوائم دي هيجي دورها واحنا شغالين. الاول قائمة كرييت عندي هنا جيومتريز، وجيومتريز دي معناها اي مجسم له كتلة، يعني 3D. عندي بعد كده شيبس، ودي كل اللي فيها زي ما انتم شايفين سبلاينز، لاين شكل 2D. وعندي بعد كده طبعا واضحة اللي هي اللايتس، لما كريت لايتس. عندي بعد كده الكاميراز، وعندي بعد كده الهيلبرز، وعندي بعد كده سبيس ووربس. كل الكلام ده هيجي بعدين. المهم اعرف القوائم او اعرف اسامي القوائم دي. من قائمة كرييت هروح لجيومتري، ومن جيومتري عندي هنا حاجات كتير قوي بقى. معظم البلجنز على فكرة هنلاقيها كمان هنا، يعني نخلي بالنا كده، انت هتلاقي عندك لغاية اليمبك، لكن هنا بقى لسه فيوم اف اكس، في راي، راي فاير، فينكس اف دي، كراكاتوا، كرافت، انيميشن، وعندي بعد كده الماكس كرييشن جراف. المهم خلينا في ستاندرد بريميتيفز. حاجات كتير بقى عندي. لو عايز اكريت بوكس هكليك على البوكس، ماكس ادالك الكروس الكروس هيرز دي اللي هي العلامه دي. بص بقى، انت بتكليك ما تسيبش، هتسحب كده هتحدد اللينكث خلاص او الطول. بعد كده برضو انا ما سبتش، حدد العرض تمام. سيب الماوس او سيب الكليك شمال، ارفع من غير اي حاجه، زق الماوس لقدام او لورا كده، خلصت كليك كده عملت كيوب. اي اوبجكت هتعمله هتلاقي البارامترات بتاعته هنا. بس خلي بالك من نقطه، بمجرد ما تعمل رايت كليك عشان ترجع البوينتر بتاعك للماوس العادي، كل ده بيختفي. بس كل ده هو ما اختفاش، وانت لو عملت كده مش هيرجع هنا تاني. بس كل ده بيروح في القائمه التانيه اللي هي الموديفاي بانل. بانل ماشي، بانل مش تبويب خلاص. نروح لموديفاي. في موديفاي هتلاقي هنا عندك بقى، هنا اقدر اعدل اللينك الثاني، اقدر اعدل الويدث، اعدل الهايت. في عندي حاجه اسمها كلمه سيجز، اختصار لكلمه سيجمنتس اللي هي المقاطع دي. لو انا جيت عملت كده، طبعا دي عمري ما كنت هشوفها بالمنظر ده، لو الا لو انا ضغط، طبعا انا كده ضغطت اف 4 ضيعته، فانا مش باين لي حاجه، انا عمال ازود وانا مش شايف حاجه. لكن اف 4 هترجعني للايدجد فيسز تمام كده، الويدث كده، بعد كده الهايت. فكده انا شايف الاوبجكت بتاعي متكون ازاي وشكله ايه. مش عارف شايف لما بالليل ده بيهدي ولا بينيم، واحد بيخدر لما بيشربه. المهم خلاص، ده بالنسبه ليه ان انا بشتغل على البارامترز. وخلي بالك قوي من كلمه بارامترز دي. بارامترز دي جه منها كلمه بارامتريك. يعني ايه بارامتريك؟ لو انا رجعت هنا الكرييت تاني، كل الاوبجكتس دي بنسميها بارامتريك اوبجكتس او بارامتريك جيومتريز، او لما نخش في المهنه قوي ونختصر نقول بارامتريك جيو. ليه بارامتريك؟ لان انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه غير انك يدوب تشتغل عليها من البارامترات دي، او انك تضيف عليها حاجه اسمها موديفايرز وبس. لكن انك تعدل في النقطه او في الفيس او في الايدج، مفيش واحد من بتوع الماكس يقول لا فيها يا باشمهندس، لو نزلنا موديفاير اسمه كذا. انا بتكلم مع حد مبتدئ تمام. حته ان انا العب على ان انا انزل موديفاير واشتغل عليه واحتفظ بالبيز اوبجكت بتاعي عشان اشتغل بالنون ديستراكتيف ميثود، ده تكنيك ما ينفعش اقوله لواحد لسه بيقول الف باء تمام. ف عموما منطقيا كلمه بارامتريك معناها اللي انا قلته ده. نرجع تاني لمرجوعنا. انا كده كريت بوكس، شيل البوكس، روح مثلا لحاجه رخمه، حاجه رخمه زي التيوب. التيوب من الحاجات اللي كليك، 3 كليكات.
3 4 تقريبا. لو انا رحت كده وكليك، خلي بالك بقى، كليك واسحب، ده كده خلي بالك، ده كده الاوتر ريديوس. تمام. طب سيب، انا سبت اهو، زق لجوه كده، انا عملت الايه؟ الانر. تمام. كليك اطلع فوق، كليك وقفنا. ده كده زي بكاريت تيوب. لو رحنا الموديفاي، ادي الاوتر ريديوس اللي احنا كريتها في الاول، الانر ريديوس اللي اتكريت في تاني كليك، الهايت اللي اتكريت في تالت كليك. طبعا الهايت سيجمنتس اظن واضحه، الهايت يعني السيجمنتس بتاعت الارتفاع اهو. تمام. الكاب هنا، السايدز طبعا كل ما نزود كل ما يبقى سموز. واحد يقول لي قشطه يا باشمهندس، ادي بقى عشان يبقى المجسم ناعم وحلو. لا، هو احنا مش بنشتغل هنا بخمسة كيلو سيجمنت يطلع